اكشف عن عنينا يا رب عشان نشوفك واضح يا رب في حياتنا. قدسنا، طهرنا، نقينا، ثبتنا، نمينا يا رب فيك بشفاعة أمنا الطاهرة البتول مارتا مريم وكل مصافي الشهداء والقديسين اللي حبوك وأرضوك منذ البدء ببركة صليبك يا رب المقدس. أعطينا نعمة يا رب روحية من عندك، لأن لي كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها. آمين. كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة عيد الصليب بكرة نحب نتكلم في كم نقطة كده بسيطة. إيه مفهوم الصليب وليه الصليب وإزاي نشيل الصليب؟ 3 كلمات بساط. ربنا يدينا نعمة إن إحنا نقدر نقترب من صليب رب المجد اللي إحنا بنكرمه وبنحتمي بيه. أولا، إيه هو مفهوم الصليب؟ الصليب ما هوش مجرد علامة أو حركة إحنا بنرسمها أو شيء بنشيله أو أيقونة بنرسمها، لكن الصليب هو قوة مغيرة، قوة تغير كل شيء، تغير الحزن إلى فرح، تغير الخطية إلى بر، الظلمة إلى نور، الموت إلى حياة، اللعنة إلى بركة. إذن الصليب هو قوة تغيير في حياة الإنسان. الله إداها للإنسان كقوة تغير الإنسان وتغير كل المعاني اللي في حياته وتنقله نقلة تانية خلاص. فالصليب هو قوة فعالة، والقوة دي مستمدة من المصلوب عليه. عشان كده إذا كان في تمجيدنا للصليب بنقول السلام للصليب الخشبة غير المائتة. ما هوش مجرد خشبة أو شجرة اتقطعت وماتت واستخدموها علشان يصلبوا عليها الناس أو يعاقبوا بيها الناس، لكن في واقع الأمر الشجرة دي ما هيش شجرة ميتة لكن شجرة حية. خشبة الصليب دي شجرة حية تعطي حياة، وبقى هو السلم اللي بنعبر بيه من الموت للحياة ومن العالم إلى الأبدية ومن اللعنة إلى البركة. عشان كده بيسموه كروس. كروس يعني عبور، يعبر من حالة لحالة. فالصليب إذن قوة مغيرة في حياة الإنسان، تغير في حياة الإنسان. ليه الصليب؟ وش معنى الصليب ده كان علامة الفداء وعلامة الخلاص؟ أولاً، من إتمامك للنبوات اللي جت في العهد القديم كلها كانت بتتكلم عن الصليب بالرموز والإشارات. إسحاق اللي حمل خشب المحرقة، وموسى اللي رفع الحية النحاسية على سارية، وعلامة البركة اللي بارك فيها يعقوب ولاد يوسف لما عمل إيديه متقاطعتين. فكان في رموز وإشارات كتيرة جدا في العهد القديم عن الصليب. موسى اللي كان بيرفع إيديه فالشعب ينتصر، لما إيديه تنخفض كان الشعب ينهزم فاضطر يثبت إيديه لغروب الشمس زي المسيح اللي ثبت إيديه لغروب الشمس فانتصر موسى على العماليق. كل الإشارات دي كانت بتتكلم عن الصليب. ليه الصليب بالذات؟ أولا، لأن الصليب زي ما جاء في سفر التثنية كده، ملعون كل من علق على خشبة. واللعنة الأرض عرفتها بسبب خطية آدم. ربنا لعن الأرض، ملعون الأرض بسببك وبسبب خطية قايين. قايين اتلعن نفسه مش الأرض اللي اتلعنت.
فبقى علامة الصليب هي علامة اللعنة، ملعون كل من علق على خشبة. واللعنة دي كان اللي اتحكم بيها على الإنسان بسبب الخطية، كان لازم المسيح يجي يشيل اللعنة دي بدل الإنسان. أنا اللي كنت مستحق اللعنة، فعشان المسيح يخلصني من اللعنة خد اللعنة مكاني أو شال اللعنة بدالي. فده أول حاجة كانت ضرورة للصليب، ملعون كل من علق على خشبة، عشان كده خد اللعنة دي في جسده وحطها على الصليب، سواء إكليل الشوك، لأن برضك الشوك ده تعرف نتيجة اللعنة، شوكا وحسكا تنبت لك الأرض. فالمسيح خد الدينونة بتاعتي وشالها في نفسه. ده أول سبب من أسباب الصليب. تاني سبب لماذا الصليب بالذات، هي إن كانت أبشع ميتة ممكن الإنسان يموتها هي موتة الصليب، لأنها موتة بطيئة، ما بيموتش الإنسان بسرعة، وكل حتة في جسم الإنسان بل كل خلية في جسم الإنسان بتتألم. يعني لو اتقطع رأسه بحد السيف في لحظة واحدة بينتهي، لو اتحط في النار أو اتحرق بسرعة الإنسان بيتخنق وبيتحرق وبينتهي. لكن أبشع موتة وأبطأ موتة والجسد كله بيتعذب فيها هي موتة الصليب. وده يورينا بشاعة الخطية والكفارة الكبيرة اللي كانت لازم تتم عن خطايا مش بس الإنسان، خطايا العالم كله على مر الأزمان ومر العصور. عشان كده من لما نبص لجسد المسيح المصلوب نلاقي ما فيش حتة من جسد المسيح إلا وكانت متألمة، من أول الرأس، من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، ليس فيه صحة بل جرح وإحباط. العينين اتألمت، الرأس اتألمت، البق اتألم، الإيدين اتألمت، الرجلين اتألمت، ظهر، البطن، كل خلية من خلايا المسيح اتألمت واتخضبت بهذا الدم تكفيرا عن خطايا البشرية كلها. فكان الصلب ده أبشع ميتة وأبطأ ميتة الإنسان يتعذب بيها، كل حتة في جسم الإنسان تتعذب. كأن المسيح شال كل العذاب بكل حتة فينا، إحنا الأعضاء بتوعه، تألم المسيح لأجل خلاصنا ومات من أجلنا. فأول حاجة يشيل اللعنة، تاني حاجة دي أبشع ميتة يكفر بيها عن الجرم العظيم اللي صنعته البشرية تجاه الله. تالت حاجة الصليب بالذات وهو متعلق كده في الهوى، ده المجال بتاع الشيطان، لأن الشيطان رئيس سلطان الهواء. تملي الهواء ده المجال اللي بيشتغل فيه الشيطان يعني. فالمسيح دخل في مكان والمجال بتاع الشيطان، فكان يلاقي الشيطان في الهوى، متعلق ما بين السماء وما متعلق ما بين الأرض، عشان يقابل رئيس هذا العالم أو رئيس سلطان الهواء. زي ما الشيطان راح لآدم في مكانه في الجنة وجربه وانتصر عليه، المسيح راح للشيطان في المجال بتاعه والمملكة بتاعته قبله وانتصر عليه. مش كده في واقع الأمر بالحقيقة إن اللي اتصلب ليس السيد المسيح فقط جسديا، لكن اللي اتصلب واتسمر وهلك هو الشيطان. المسيح راح له في المجال بتاعه وانتصر عليه.
برضك كان لازم الصليب، لأن المسيح قال كده: وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. في المكان العالي ده كده الكل يشوفه، ومش بس الكل يشوفه لكن يجذب الناس كلها إلى حضنه. المسيح اللي متعلق على الصليب ده جذب الخليقة كلها إلى أحضانه، كأن رب المجد بيقول كده: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وإذا كانت إيديه اتسمرت على خشبة الصليب فهو فتح حضنه تملي باستمرار للخليقة كلها بتاعته، ويقول إن حضني مش هيتقفل في وجه حد. فكان ضرورة للصليب، عشان كده نلاقي إن بالرغم إن كان في محاولات كتيرة للتخلص من المسيح وقتل المسيح، يعني هيرودس حاول يقتل المسيح ما قدرش، اليهود مرات حاولوا يرجموا المسيح ما رجموهوش، مرة تانية حاولوا يرموه من على حافة الجبل لكن مضى في وسطهم وجاز، لأن ما كانش يقدر يسلم نفسه للموت إلا عن طريق الصليب. وزي ما الإنسان مد إيده للشجرة بتاعت معرفة الخير والشر وقطف منها ثمرة الموت، المسيح برضك مد إيده لشجرة الصليب وقطف لينا منها ثمرة الحياة، أعطانا تلك الحياة الأبدية. لكن برضك إيه مفهوم إن الإنسان يحمل الصليب؟ حمل الصليب مش مجرد السلسلة اللي أنا بعلقها في صدري أو المديل اللي في جيبي أو الصليب اللي بدقه على إيدي، لكن الصليب في معناه هو إن الإنسان يقول للخطية لأ. المسيح دان الخطية في الجسد، رفض الخطية. فكون الإنسان يبقى مشتاق للخطية ومدفوع للخطية وعايز الخطية ويقول لنفسه لا، ده حمل الصليب الحقيقي، إن أقول للخطية لا. ده أول حاجة أشيل بيها الصليب. تاني حاجة أشيل بيها الصليب الحب، الحب اللي بلا مقابل واللي بلا شروط، وحب حتى للي ما يستحقوش. الإنسان اللي يحب بلا مقابل مش مستني مكافأة ولا أجرة ولا منفعة من حبه، واللي ما بيحط الشروط علشان يحب، واللي يحب للمنتهى محبته ما تتغيرش حتى للي بيسيئوا إليه، هو ده الإنسان اللي شايل الصليب. فالصليب هو حب، الصليب هو غفران، كوني أغفر للي أساءوا إلي كده أنا شايل الصليب. زي ما المسيح غفر لنا: يا أبتا اغفر لهم، فاللي يقدم غفران للآخرين هو ده اللي شايل الصليب. الصليب ده منتهى الطاعة، أطاع حتى الموت موت الصليب. والإنسان اللي يطاوع صوت ربنا ويطاوع وصية ربنا ويعيشها، ده الإنسان اللي شايل الصليب. الصليب ده احتمال، احتمل كل مقاومة واحتمل كل ألم، اللي يحتمل دون أن يتذمر ودون أن يشكو هو إنسان شايل الصليب. الصليب ده خدمة، يعبر من واحد من حالة لحالة. فالإنسان اللي يحتمل ألام الخدمة وأتعاب الخدمة ده شايل الصليب. فالصليب اللي احنا مطالبين بحمله هو صليب الحب، الغفران، رفض الخطية، الاتضاع، الاحتمال، الخدمة، العطاء، البذل، كل ده طرق لحمل الصليب الفعلي. بس واحنا شايلين الصليب لازم نشيله بفرح،
يمكن احنا بنحط الصليب في معنى ضيق، ان كل ما يحصل ألم في حياة الإنسان أو مشكلة أو دي نقول له ده صليبك شيله، وكأن الصليب هو الأمور السيئة والأمور المرة والأمور المتعبة فقط، لكن في واقع الأمر الصليب ده فرح. عشان كده يقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخدم. فالصليب فيه سرور، فلازم يبقى موضوع الفرح مرتبط بينا، لأن اللي يشيل الصليب فعلا بفهمه وبوعي يحس أن مش هو اللي بيشيل الصليب، الصليب هو اللي بيشيله. عشان كده الصليب ده قوة مغيرة هي اللي تحمل الإنسان، الصليب ده قوة تخلي الإنسان يغلب، بنسميه سلاح الغلبة. الصليب ده هو اللي فيه كل رجاء، والصليب ده اللي فيه سر النصرة، والصليب ده هو اللي فيه سر الفرح. ده مفهوم بسيط عن الصليب ودوره في حياتنا، وليه كان ضروري الصليب، وازاي ان احنا نشيل الصليب ده في حياتنا. ربنا يدينا قوة وبركة الصليب، ويفرحنا بعمل الصليب في حياتنا. لربنا المجد دائما أبديا، آمين. لو حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة تحت أمركم. ربنا يكون معاكم ويبارككم، وكل سنة وانتم طيبين. سلامي للآباء كلهم، ربنا يسندكم. Thank you يا أبونا. سلام، you are welcome. سلام يا أبونا، لو تسك تصلي لنا نختم. جعلنا رب مستحقين ان احنا نقول لك بكل الشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا رب اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا رب في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.